إذن مستمعينا هكذا هي الأجواء في كوميكس 2019، محطتنا القادمة مع الراعي الرسمي والراعي الرئيسي لكوميكس 2019 الشركة العمانية للاتصالات عمان تيل، من خلال وجود الأستاذ محمد بن حسن البلوشي رئيس فريق التحكم بالشركة العمانية للاتصالات عمان تيل. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخي عبد الله، مسي عليك وعلى الأخوان المستمعين. يا مرحبا وسهلا فيكم، ووجود متميز في كوميكس 2019 من أول ما تدخل المعرض دخولا إلى القاعة الرئيسية الموجود فيها. صحيح. أكيد المشاركين. صحيح. يعطيكم العافية. ونتحدث عن مشاركتكم في كوميكس 2019. صحيح. مثل ما تفضلت أخي عبد الله، أنت شفت أول ما تدخل يعني عمان تيل هالمرة عندنا ركن مميز. هالمرة حاولنا أن نغير من نوعية الاتصالات التقليدية مثل الاتصالات ولا الإنترنت. فمثل ما تشوف لما تزور المكان، في التقنيات المتوفرة، التقنيات الجديدة اللي تحتاجها السلطنة والحكومة والمشاريع وكل حاجة. ففي عندنا عدة تقنيات جديدة متوفرة حاليا، فتقريبا حاطين مثل 8 أركان في الركن عندنا الأساسي في عمان تيل، وكل ركن يعني فيه خصائص غير عن الثانية، فعندنا كثير منها. إذا أشرح لك هذه فقط نبذة، في عندنا مشاريع ثانية كبيرة وعندنا أشياء ممكن نعملها أكثر وأكثر، فهي فقط نبذة للناس اللي تزور كوميكس عن نوعية التقنية اللي ممكن نوفرها عمان تيل حاليا. نعم، هو أكيد هناك في سعي دؤوب من عمان تيل في مسألة مواكبة التقنيات. صحيح. ولما نتكلم طبعا عن تسارع التقنية يحتاج لها متابعة بشكل مستمر. صحيح. اليوم في الشركة العمانية للاتصالات عمان تيل كيف تشتغلوا على مسألة مواكبة التقنيات العالمية، وكذلك أنتم من المسهلين لوصولها لمختلف المؤسسات والأفراد؟ صحيح. أنت الحين أخوي عبد الله لما تشوف التقنية كل يوم يطلع لنا شيء جديد في السوق يوميا بشكل يومي. نعم. فنحن عندنا استراتيجية جديدة في عمان تيل اللي هي 3.0 في لا هي التحول الرقمي. فمثل ما تشوف نحن في عندنا عدة أمثلة الحين في كوميكس بالنفس. فأنت الحين الزائر أول ما يدخل كوميكس ممكن أول شيء يستلم رسالة من عمان تيل وفيها لينك. هذا اللينك في برنامج تنزله. نعم. بعد ما تنزل البرنامج مثل اسمه اندور نافيجيشن، يعني الملاحة الداخلية مثل ما نقول، ممكن انت الزائر اول ما يدخل كوميكس ينزل البرنامج يشوف مثلا هو حاب يزور الشركة العمانية للاتصالات عمان تيل، يضغط ففي عندنا سنسرز اللي هي جهاز استشعار. نعم. في كل ركن في المعرض. نعم. هو بيمشي ويخبرك انت الحين تاخذ يمين تاخذ يسار وصلت عمان تيل. نعم. خلص من عمان تيل والله يريد يروح يشوف شركه تنميه نفط عمان فيديو. نعم. فيضغط على فيديو عنده خريطه كامل فيخبره تاخذ يمين بعدين ثم اول لفه يسار وتوصل. هذه الخدمه نحن محتاجينها حل زميلنا جاسم البداعي في الاعداد، لان تايه في الاركان من خلال طبعا تواصله مع مختلف الضيوف اللي يكونوا معنا في الاستديو. فالضيف الفلاني في الركن الفلاني يلا يدور الحين خلاص بهذا الخدمه. صحيح. يقدر يوصل بسهوله لمختلف المختلف الرابط واي حد يجي وخليه على طول يرسل هو الحين هو الحين ولا يسمعنا سرحان يدور ضيوف بعد ولا عنده خبر نحن وش نقول. نعم. وانت شوف الرساله الحين لما توصل لك يعني اول ما تدخل كوميكس ما. نعم. توصل حل اي حد اي مكان، توصل لك اول ما تدخل كوميكس عن طريق عندنا البيانات الضخمه. هذه منصه جديده اسمها منصه البيانات الضخمه، اول مره في الشرق الاوسط. نعم. بالتعاون مع شركه اوروبيه فاول مره نطبقها في الشرق الاوسط. فهذه تروح على ريل تايم انت وين موجود حاليا، فترسل لك مثلا اول ما توصل كوميكس اهلا بك في كوميكس، انت وصلت كوميكس وهذا البرنامج يفيدك كوميكس. هذه ايضا نستخدمها تساعد الجهات الحكوميه في التخطيط. نعم. مثلا هذه المنصه بيانات ضخمه، ان انت تعرف عندنا اكثر من 3 ملايين مشترك في خدمه الهاتف النقال، فهذه تشوف انت تحركك وين. على سبيل المثال اعطيك مثال بسيط، لما صارت الانواع المناخيه الاخيره. نعم. في جنوب السلطنه. نعم. في محافظه ظفار، يمكن هذه اول مره ما في اي شخص من الشمال يستلم رساله تحذيريه. نعم. دائما كانت الرسائل تصدر من سندم الى ظفار، هالمره لا، لان خلاص نحن محددين اماكن، فيقول لك مثلا حتى الطرق اللي بين ولايه ولايه مقطوعه، اي شخص اول ما يسلك هذاك الطريق توصل رساله تحذيريه خلاص لا رجاء خروج من مسار الطريق لان هذا الطريق مغلق. فرسلنا حوالي 1,500,000 رساله فقط. نعم. لمحافظه ظفار، ما جميع يعني محافظه ظفار، فقط للمكان الاماكن المتاثره.
نعم واكيد هذه يعني تعتبر مسؤوليه كذلك صحيح. على عمان تل في انها تقوم بدورها سواء بالفعل. للافراد مثل ما هي تقدم خدماتها كذلك صحيح. للمؤسسات والشركات. الاستاذ محمد بن حسن البلوشي رئيس فريق التحكم بالشركه العمانيه للاتصالات عمان تل، شكرا جزيلا لك لوجودك في استديوهاتنا، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في مشاركتكم في كوميكس 2019 ووجودكم اللافت والمتميز. العفو العفو اخوي عبد الله، ونسال الله التوفيق للجميع باذن الله، ونتمنى دائما الافضل جميع المشاركين فيكم بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، حياك الله.